مكلفين بمراقبة صحية اللي هي كونترول سانيتير او نيفو دو لوبيتال او بيان او نيفو دي زوبيتو اللي كاينين في طنجة. تنتواجدو حنا في مستشفى محمد السادس حيث تعرف مجموعة من العمليات ديال التعقيم. كي تتعرفوا ملي تيجي شي مريض لهنا خصنا ضروري نكونوا مع الطاقم الطبي والتمريضي والتقني انه تيحتاجونا مره ضروري ملي تيدخل عندهم شي باسيون تيحتاجونا باش نقوموا بعمليه ديال التعقيم. كذلك بالنسبه لقسم الانعاش ملي تيبغيو يبدلوا شي مريض من بلاصه لبلاصه او اللي يخرجوا شي مريض او اللي يستقبلوا شي مريض من مستشفى اخر او لا من مكان اخر ضروري خصنا نكونوا في المكان. وهذه العمليه هذه تتطلب مجهودات كي تتعرفوا راه تنخدموا من الصباح حتى ما كاينش سونزاغي ما كاينش واحد الوقوف ولا الاستراحه ما كايناش الا جات هكاك بار كونسيدون جات استراحه ما كاينش شي مرض. اما هي خصك تكون حاضر. كيف قلت لكم ما يمكنش نحبسوا واحد الطاقم اللي تتكون من اطباء وممرضين وتقنيين تحبسهم حتى تسالي نتايا لا اون فوا تيدخلوا لواحد البلاصه اللي هي تتكون بوزيتيف الور خصك تدخل نتايا باش تقوم بالعمليه ديال ديزافيكسيون باش تخليهم يتحركوا تخليهم يمشيوا يديروا الخدمه ديالهم سينو راه غادي تحبسهم يبقاو في بلاصتهم ما يتململوش. هذا هنا فين تيوقع شويه المشكل ملي تتكون ارتفاع ديال الحالات وماشي حتى الارتفاع ديال الحالات ملي تيكون مثلا انت خدام في قسم الانعاش خدام مع المالاد اللي هو جا اللي استقبلته ولا كذا وعيطوا لك في قسم ديال الراديو عيطوا لك قال لك اودي راه واحد المالاد هو يلاه دخل الور هنا فين تيوقع شويه ديال الارتباك لانه خاصك تسالي من تما تخلي الاطباء يخدموا تما وتنزل للراديو باش تخلي حتى الاطباء والممرضين التقنيين اللي هما تما يكملوا الخدمه ديالهم. هنا فين تيوقع شويه ديال 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 شويه ديال المشاكل ولكن الحمد لله ماشي دائما تتوقع هذه القضيه هذه مره وراه تيتفهموا الاخوان ديالنا الاطباء والممرضين ولا التقنيين تيتفهموا هذه العمليه راه تيصبروا في هذه الحاله هذه راه تيصبروا ملي تيجيهم ميساج باننا حنا راه في القسم الفلاني او لا كذا تيتفهموا هذا الشيء اللي كاين.